سؤال، لو أتيح لك تنجب طفل معدل وراثيا مشان تقلل من احتمالية إصابته بالأمراض وتضمن له حياة أفضل، أكيد راح تستغل الفرصة. طب خلينا نفترض أنه جزء كبير من البشرية كانوا مثلك وقاموا بإنجاب أطفال معدلين وراثيا بصفات أكثر كمالا. بالنتيجة راح يصير في عندنا نوعين من البشر، النوع المعدل جينيا اللي صحته أفضل وأكثر ذكاء ومعدل عمره أطول، والنوع الثاني هم الناس التقليديين اللي ما كان معهم ربما فلوس كافية مشان يعملوا هاي العمليات، فبالتالي هم ناس طبيعيين بمرضوا وبتعبوا. فالسؤال هو، يا ترى كيف رح يكون شكل العالم بوجود هدول النوعين من البشر؟ مشان نعرف الجواب لازم تحضروا حلقة اليوم. كيفكم؟ أنا أيمن خيري، واليوم بدي أحكي لكم ليه لازم تحضروا فيلم جاتاكا اللي أنتج بسنة 1997. الفيلم ديستوبي خيال علمي، كتبه وأخرجه المخرج والكاتب العظيم أندريو نيكول، وهو على فكرة نفس الكاتب اللي كتب أفلام سوداوية كتير عظيمة مثل The Truman Show, Lord of War, The Terminal وسيمون. هلا قبل ما أحكي قصة الفيلم ركزوا معي شوي وخليني أمهد للموضوع، لأنه فكرة الفيلم مرعبة للبعض. هلا احنا البشر العاديين وعلى مدار مئات الاف السنوات الماضيه كنا منولد بطريقه طبيعيه، وجيناتنا وحمضنا النووي بتشكل بطريقه عشوائيه لينتج بالنهايه خليط من الصفات بتشكل شخصيه كل واحد منا بخيرها وبشرها. هلا عشوائيه الجينات هاي قد تمنحك ميزات وقد تمنحك عيوب، كلنا هيك. لكن التطور العلمي والتكنولوجي بدأ مؤخراً يتيح للبشر إعادة هندسة الجينات وإجراء تخصيب صناعي لأجل التخلص من جينات معينة ما بدنا إياها، مثل الجينات اللي بتحمل أمراض وراثية معينة. هل هاي الممارسات بدأت تصير مؤخراً على أرض الواقع لكن على نطاق ضيق؟ لكن خلينا نتخيل إنه هاي التكنولوجيا توسعت بشكل أكبر وأكبر، وصار كل واحد فينا بيقدر يختار كل صفات ابنه من خلال هندسة الجينات. مثلاً بدك طفل طويل، شعره كثيف، عيونه ملونة، نظره سليم، وأقل عرضة للسرطانات والأمراض المزمنة، وأقل عرضة للصلع والسمنة والاكتئاب وغيرها. يعني خلينا نحكي إنسان مثالي، إشي حلو عظيم. لكن خلينا نتخيل كمان إنه هاي التكنولوجيا انتشرت بشكل واسع ما بين البشر، وصار في عنا عدد كبير من الناس المعدلين وراثيا. بهاي الحالة راح يصير في عنا نوعين من البشر، الطبيعيين والمثاليين. طيب بعدكم مركزين معي؟ هلأ هذا العالم اللي فيه طبيعيين ومثاليين راح يتعرض فيه الطبيعيين لتمييز كبير ضدهم. كيف؟ يعني اسأل حالك مثلا انت نفسك، مين ممكن تتزوج، مين ممكن توظف بشركتك، مين ممكن تحطه لاعب بفريق المنتخب اللي انت بتديره؟ اكيد المثالي، بينما الطبيعي راح يتهمش لانه بكل بساطة طبيعي واقل مثالية. طيب هلأ خلينا نحكي عن فيلم جاتاكا اللي بدي أحكي عنه بحلقة اليوم وبدون حرق أحداث. هلأ إحدى العائلات قررت إنها تنجب طفل بالطريقة التقليدية واللي كان اسمه فينسنت. بعد ما انولد فينسنت تم إجراء فحوصات جينية عليه، فتبين إنه للأسف عنده قابلية عالية للإصابة ببعض الأمراض، وإنه عمره الافتراضي قصير وعنده قصور نظر وطوله متوسط. طبعا هاي صفات عادية بالنسبة لنا حاليا، لكن بالمستقبل اللي بتدور فيه أحداث الفيلم هاي الصفات بتعني إنه مستقبل الطفل ضاع، لأنه ما حدا رح يوظفه وما حدا رح يقبل الزواج فيه. هلا فينسنت لما كان طفل كان حلم حياته يكون رائد فضاء، ولما كبر وبحكم جيناته غير الكاملة فولا شركة رضيت تشغله بوظيفة جيدة، وحتى كمان وكالات الفضاء رفضت إنها توظفه، فاضطر بالنهاية يشتغل مثله مثل كل غير المثاليين والتقليديين في وظائف متواضعة، فاشتغل عامل نظافة في وكالة جاتاكا للفضاء. لكن رغم هيك، رغم وظيفته المتواضعة ظل يحلم، فكان يظل يدرس ويظل يتدرب ويطور نفسه بشكل مستمر على أمل أنه يصبح رائد فضاء بيوم من الأيام. المهم بإحدى الأيام جمعته الصدفة بسباح جيناته مثالية، لكن هذا السباح كان مصاب بالشلل بسبب حادث سيارة، فاتفقوا الاثنين انه فينسنت ينتحل شخصية السباح مشان يقدم طلب توظيف في وكالة الفضاء، او لاجل انه فينسنت يتجاوز فحوصات الحمض النووي اللي كانت راح تكشف انه مش مثالي. كان السباح يعطيه عينات من شعره وجلده وبوله ودمه مشان فينسنت يتحايل على النظام ويستخدم هاي العينات وقت الفحوصات. وفعلا استطاع فينسنت اولا بسبب معرفته وعلمه وشخصيته ولياقته كمان
إنه ينجح في المقابلات الأولية، وثانياً بسبب عينات الحمض النووي اللي كان يتحايل على النظام ويستخدمها وقت الفحوصات، تم بالنهاية تعيينه كرائد فضاء وتم اختياره للمشاركة في الرحلة القادمة لأحد أقمار كوكب زحل. طيب، الحياة صارت وردية بالنسبة لفينسنت، لكن رغم هيك الكابوس ما انتهى، لأنه في وكالة الفضاء كانت فحوصات الحمض النووي تتكرر بشكل دوري على الموظفين، فكان يضطر السباح كل يوم يقشط جلده ويمنح شعر وجلد وبول ودم لفينسنت، اللي كمان كان لازم يضطر يحلق شعره باستمرار ويقشط جلده هو كمان باستمرار مشان ما يكشفه. فضلت الأمور جيدة لفينسنت، وكان ينتظر بلهفة موعد الإقلاع مشان يحقق حلمه، ولكن قبل الموعد بعدة أيام صارت جريمة قتل داخل وكالة الفضاء، وبالصدفة وجدوا في مسرح الجريمة رمش عين لشخص غير مثالي. فأعلنوا الوكالة حالة الطوارئ وبدأوا حملة بحث واسعة وفحص دقيق للموظفين لمعرفة مين الكلب غير المثالي اللي دخل الوكالة. فهل راح يتمكن فينسنت من التغلب على النظام كمان مرة والسفر وتحقيق حلم حياته؟ مشان تعرفوا الجواب لازم تحضروا الفيلم. طيب، خلينا نحكي شوي. هلا فيلم جاتاكا أظهر مستقبل تكنولوجيا التخصيب الصناعي بشكل مرعب وديستوبي، لكن خلينا نكون واقعيين شوي وننظر للموضوع من زاوية أخرى. هلا أول شيء، هذا التمييز الجيني المرعب اللي شفناه بالفيلم، يعني ما بتلاحظوا إنه إحنا كل يوم بنمارسه؟ أي نعم، ما بصير في فحص جينات قبل التوظيف والزواج، لكن كتير أمور بتتعلق بالجينات بتحدد مستقبل الشخص حالياً. طولك ووزنك ولون عيونك وشكلك وجمالك، أمراض مزمنة بتصاب فيها أو على احتمال تصاب فيها، كل هاي الأمور مرتبطة بجيناتك وبتحدد مستقبلك حالياً. مشان هيك بسنة 2004 هاجم عالم الاجتماع الأمريكي جيمس هيوز الفيلم، وحكى إنه بنشر رعب ما إله داعي. ليه؟ لعدة أسباب. أولاً، لأنه من وجهة نظره لعالم الفضاء، وكالات الفضاء معها حق لما تستثني الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض معينة، لأنه وكالات الفضاء كتير بهمها توظف اللائق صحياً. ثانياً، لأنه أصلاً حالياً كثير شركات تأمين أمريكية عم تشترط دراسة الحمض النووي للأشخاص قبل قبولهم في برامج التأمين الصحي، مشان يعرفوا قابليته للإصابة بأي أمراض ومشان يعرفوا وضعه الصحي. بالتالي من وجهة نظر العالم جيمس هيوز، فدراسة الحمض النووي عادلة ومهمة، مهمة في بعض الحالات، ومش لازم نمنعها ونخوف الناس منها. هلأ قد يكون كلام عالم الاجتماع صحيح، ما بعرف، اكتبوا لي بالتعليقات، لكن لازم ما ننسى كمان انه هندسة الجينات راح تزيد الفارق بشكل هائل ما بين الأغنياء والفقراء. ليه؟ لأنه اللي راح يكونوا قادرين على استخدام هاي الوسائل المكلفة أكيد هم الأغنياء، بالتالي هذا راح يعطيهم ميزة إضافية في سوق العمل، بينما الفقراء فراح يضلوا طبيعيين، وهذا راح يجعل فرصهم أقل في الدخول لسوق العمل وغيرها من الامتيازات بالحياة، فبالتالي راح يزدادوا فقرا وراح تزداد معاناتهم في هذا الكوكب البائس. إذن الموضوع جدلي ما بين مؤيد ومعارض بسبب الخوف من أخلاقيات استخدام هندسة الجينات، ولأجل هيك أغلب الدول العالم حاليا بتمنع التلاعب بالجينات إلا تحت ظروف خاصة جدا وتحت رقابة حكومية. طيب، خلينا هلأ نرجع على الفيلم. الفيلم لازم تحضروا على فكرة، نصيحتي، لأنه كل إشي فيه حلو غير فكرته. فالموسيقى عظيمة جدا، الحوار عبقري، التمثيل وعدا هيك كمان المشهد الأخير، آخر 5 دقائق من الفيلم عظيمة جدا، وأنا بصراحة بعتبرها من أعظم المشاهد الختامية. هل أضل كمان معلومتين عن الفيلم على السريع؟ المعلومة الأولى أنه الفيلم عرض في البداية على جوني ديب مشان يشارك فيه، لكنه رفض لانشغاله بفيلم The Brave سنة 97. أما المعلومة الثانية عن الفيلم أنه المخرج كانت نيته في البداية يسمي الفيلم The Eighth Day، اليوم الثامن، إشارة منه لأيام الخلق 7 المذكورة في قصة الخلق الإبراهيمية، وأنه يوم التلاعب بالجينات هو اليوم الثامن. لكن لأنه في فيلم بلجيكي سبقهم ونزل بالسينمات تحت هذا الاسم، فالمخرج غير اسم الفيلم بآخر لحظة واختار جاتاكا كبديل. هلأ أحب أعرف رأيكم في نقطتين مهمات جدا جدا، ياريت تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. السؤال الأول، وركزوا معي لأنه صعب، كثير صعب السؤال. في حال هاي التكنولوجيا صارت متاحة وسهلة نوعا ما، وتيح لك أنت شخصيا تنجب طفل معدل وراثيا مشان تحميه من كل احتمالات الأمراض ومشان تمنحه فرصة أفضل بالحياة مشان يقدر ينافس، وهذا الإشي لكل الأباء والأمهات بعمله، هل رح تستغل هاي الفرصة وتعملها؟ أما السؤال الثاني وعلى فكرة أصعب من الأول، شو المانع أنه إحنا البشر نستغل
هندسة الجينات لأجل تطوير جنسنا البشري مشان نتغلب على الأمراض والعيوب اللي بتصيبنا، وكمان مشان نزيد معدل أعمارنا. ليه لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات وما تنسوا تحضروا الفيلم وتكتبوا لي رأيكم، وما تنسوا كمان تشتركوا بالقناة، قناة الفهرس على الفيسبوك واليوتيوب، وحسابي على الانستغرام في محتوى حصري، هناك محتوى جميل جدا من وجهة نظري. حاب أشكر كل داعمين الفهرس على البيتريون وعلى اليوتيوب من برشيب بكل مكان. كان معكم أيمن خيري، استمتعوا بجيناتكم لأنه حاليا ما عندنا أي فرصة ثانية غيرها. سلام.